وصل الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني إلى مدينة الغردقة على متن طائرة خاصة، حيث تم استقباله بالورود. يزور بنزيما مدينة الغردقة بدعوة خاصة من رئيس جمعية الاستثمار السياحي في البحر الأحمر رجل الأعمال كامل أبو علي. وأكد أبو علي أن زيارة اللاعب الفرنسي كريم بنزيما ستشمل مدينتي الغردقة ومرسى علم لقضاء الإجازة السنوية له والمشاركة في دعم وتنشيط السياحة في البحر الأحمر.